ختمو اخر كلمه لك، واش حتى هاد الثقافه القانونيه خصها تكون مرسخه عندنا في المجتمع؟ اكيد اكيد. كتوجد هاد الناس مستوى جامعي معين وكنقولوا اشخاص هاد الناس الثقافه عندهم تكوين عندهم، ولكن هاد السلوكات كيمارسوها كانوا شباب ولا كانوا حتى شباب كانوا افكار خاويين. كان عندي واحد المثل ديال وحده دارت الشريعه ما عمري غنساها، في الاستماع كانت حامله، في الاستماع بيني وبينها بديت كنسولها وحسيت بانك بحال الا انا زيرت عليها في الاسئله ديالي، راه تحرجات وهي تقول لي هذا راه ما عمري غنساه. شتي داكشي اللي اكتشفناه حنا وعرفناه، راه مشكل ما توثقش، احنا خدامين، انا غدا غنمشي. احنا كنوثقوا عليه في البرنامج. ايوا الشهاده ديالك اش قالت لي؟ سمعني مزيان، قلت لها ويلي يا بنيتي، قالت لي بهذا العباره هذا، وانا قدام المشاهدين كنحترم كل واحد ولكن خصني نتلقى هاد الهضره. قالت لي راه ملي نعست معاه درت النيه. هادي اللي عندها لا ليسونس في الشريعه. واش من عام هذا؟ وما عرفت والله ما عقلت، واش 2013 يمكن ولا ما بعيدش الحال. غير هو السؤال ديالكم السي سعيد، انا كنقول ملي قلت في الاول بانه هذه راه ظاهره راه كتقتضي معالجه ولا مقاربه تكون من جميع شموليه، فيها التحسيس بالتربيه الجنسيه وفيها التحسيس القانوني. إيه وكنقول بان هذا البرنامج اللي كديروا الان راه داخل في اطار التحسيس. انا كنشكركم لانه ملي كتستدعيونا وكنجيو كنفتحوا هذا الملف اللي كلشي كيهرب منه وكلشي ما كيبغيش يوضع فيه اليد ديالو، كنقول له شكرا، لانه فعلا بمثل هذه البرامج كنفتحوا باب النقاش.